أمن آل ميت رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود، أفدى الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود. لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. حان الرحيل ولم تودع مهددا والصبح والإمساك منها موعدي. في إثر غانية رمتك بسهمها فأصاب قلبك غير أن لم تقصدي. غنيت بذلك إذ همولك جيرة منها بعطف رسالة وتودد. ولقد أصابت قلبه من حبها عن ظهر مرنان بسهم مصرد. نظرت بمقلة شادن متربب أحوى أحم المقلتين مقلد. والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد. صفراء كالسيراء أكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتأود. والبطن ذو عكن لطيف طيه والإتب تنفجه بثدي مقعد. محطوطة المتنين غير مفاضة ري الرواد في بضة المتجرد. قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد. أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد. أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر يشاد وقرمد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. بمخضب رخص كأن بنانه عنم على أغصانه لم يعقد. نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود. تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد. كالأقحوان غدا تغب بسمائه جفت أعاليه وأسفله ندي. زعم الهمام بأن فاها بارد عذب مقبله شهي المورد. زعم الهمام ولم أذوقه أنه عذب إذا ما ذقته قلت ازدد. زعم الهمام ولم أذقه أنه يشفى برياريقها العطش الصدي. أخذ العذارى عقدها فنظمنه من لؤلؤ متتابع متسرد. لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد. بتكلم لو تستطيع سماعه لدنت له أروى الهضاب الصخد. وبفاحم الرجل أثيف نبته كالكرم مال على الدعام المسند. فإذا لمست لمست أخثم جاثما متحيزا بمكانه ملء اليد. وإذا طعنت طعنت في مستهدف راب المجسة بالعبير مقرمد. وإذا نزعت نزعت عن مستحصف نزع الحزور بالرشاء المحصد. وإذا يعض تشده أعضاؤه عض الكبير من الرجال الأدرد. ويكاد ينزع جلد من يصلى به بلوافح مثل السعير الموقد. لا وارد منها يحور لمصدر عنها ولا صدر يحور لموردي.